شكرا جزيلا. شو اسمها المدرسة بالضبط؟ نحكي عليها في ولاد شامخ هكا ولا ايه؟ المدرسة الابتدائية فريق العمارات. فريق العمارات. العمارات في العمارات تابعة لجيلات عمادة لجيلات العجيلات. العجيلات تابعة عمادة العجيلات، معناتها مدرسة ريفية هكا ولا لا؟ مدرسة ريفية. مدرسة ريفية. باهي، قل لي أنت مدير المدرسة هذيا من وقتاش معناتها سي شكري؟ أنا كليت الخطة الوظيفية الإدارة منذ سنة 2003. 2003 وأنت في المدرسة هذيا؟ لا لا الإدارة. الإدارة. أي وقتاش شديت المدرسة هذه؟ المدرسة هذيا كليتها سنة 2019. 2019 أي؟ الى حدود اليوم 5 سنين معناتها على راس هذه المدرسه هكا ولا لا؟ باهي، شنو وضعيه المدرسه؟ واليوم 250 مليون ناس كل ظهر لي تسالت وظهر لي جاك السؤال هذا يا سي شكري. سي شكري بن علي منين جاوه 250 مليون وهو معلم او مدير مدرسه معناتها اللي تبرع بهم لصيانه المدرسه؟ احنا نحكوا على الاثر اكثر من القيمه الماديه. لانه القيمه الماديه مش شويه زاد سي شكري، قيمه ماديه كبيره، نحكي على 250 مليون رقم كبير. ما ربما انت باش تفسر للناس اليوم ربما يكون فلاح، ربما يكون عنده حاجه اخرى هكا ولا لا؟ الحمد لله عندي نشاط فلاحي. اي عندنا ارض وعندنا زيتون الحمد لله والبرة الحمد لله. عائلتك في الخارج معناتها؟ في الخارج. في الخارج. عائلتك في الخارج. يعني 250 مليون هذوما نجموا نسميهم تبرع عائلة سي بن علي للمدرسة هذية؟ احنا عندنا مجتمع مدني وعندنا كما نقولوا العائلة، فمني كافة الجهود الكل باش خرجنا البروجي هذا في احسن حل. معناتها شنو صار في المدرسة؟ لأن نشوفوا في التصاور مزيانة على الآخر سي شكري. المدرسة المدرسة هذه كانت أهلة للسقوط. اي هبطت الإدارة المندوبية الجهوية للتربية أبيل دفر لقيت بريسك 890 مليون هي مش تخدم كما نقولوا يعني ترميمة القاعات هذيك، وعندهم يعني كما نقولوا مكتب إداري وقاعة هذا كل شيء. لكن بالنسبة للبروجي اللي خدمناه احنا عملت الإدارة استيماسيون بريسك 480 مليون. نتيجة لعزوف المقاولين يعني وقع عرف هذا الوحدة لم يقع التنفيذ. وإسوة بقرار سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد ودعوته إلى يعني شباب المنطقة للالتفاف حول المؤسسات التربوية منها، فمن ارتأينا بأن نتبنى هذا المشروع. يعني المشروع هذا يعني كان مجرد فكر أو حلم. بتكاتف يعني كل الجهود أصبح حقيقة. قمنا في البداية يعني عندنا 3 أروقة تاع قاعات طيحناهم وعاودناهم جدد. عندنا تهيئة المدخل الخارجي وخدمناه بتقنية 3D وخدمناه وفقا يعني المعايير التقنية الحديثة. قمنا ببناء تمثال القصبة في المدرسة حتى يمثل العلم يرفع في أبهى حلة. قمنا إعادة سقف قاعة. القاعات هذاك من كل بريسك خدمناهم سو بلافون. وإعادة الشبكة الكهربائية للمدرسة. الكل ما تعاودتوها من أول وجديد. من أول وجديد والحمد لله كتشوف يعني الصور خرجناها في أبهى حلة. تصاور جميلة وجميلة جدا. أنت ولد المنطقة سي شكري؟ لا لا مش ولد المنطقة. مش ولد المنطقة وعملت هذايا الكل مع المنطقة هذايا، معناتها هذايا منجم يكون كان عمل كبير وكبير جدا. أنا ولد تونس وأي منطقة نخدم فيها راهي بلادي وراهي المنطقة نتاعي معناتها هكا ولا لا؟ الحمد لله هما الوليدات هذاك مادام كيما نقولوا سما الحمد لله يعني نفسهم ولي أمر يعني يسموا وليداتي هذاك. وحابين يعني ندخلوا لهم البهجة من أي طريقة وجعل هذا الفضاء فضاء مريح. شنو كيفاش كانت ردة فعل أولاد المنطقة متسكيني المنطقة أولادك اللي هما تلامذة اللي يقراو في المدرسة هذيا كي دخلوا ولقاو المدرسة نتاعهم بالتصويرة الجميلة هذه؟ والله فرحوا فهمني وقت البهجة هذيك ما نجموش نصفوها فهمني. لقينا فرحة كيما نقولوا من الأهالي من المربين من التلامذات يعني أصبح هذا مريح جدا. كل الناس اللي قاعده تواصل معنا على شانيل اليوتيوب تاعنا على الديوان اف ام لايف يقولوا لك ارحم والديك ويعطيك الف صحه ويبارك لك في اللي قمت به الكل سي شكري. عيشتي عيشتي معناتها تفضل.
هو لما حاله والاثار تتوارث اجيال واجيال. احنا حابين ماذا بينا ديما يعني كما نقولوا اي بقعه الانسان ياخذها يخلي فيها الاثر نتاعه. والحمد لله يعني كان التدخل مش كان في المدرسه دي. راهو مش شويه معناتها سي شكر الجمعه واحد يقول لك انا ندفع من زيتوني الخاص ومن فلاحتي ومن اراضيه ومن ولميت الفلوس من ان عائلتي اللي موجوده في الخارج، مش لميت 250 مليون قديت بهم مدرسه. معناتها راهو هذا تطوع وتضحيه كبيره وكبيره جدا. واحد اخر يقول لك مش نبني بهم فيلا في منطقه سياحيه مثلا، ولا ناخذ بهم ما نعرفش حاجه في بلاصه اخرى. انت لو فات انك خممت في صغيرات هذوما وفي المدرسه هذيا وعودت اليوم مناره علميه رجعتها من جديد، معناتها باش تقعد ذكرى لاجيال واجيال معناتها القدامى. احنا تو نقراو في مدارس، موجوده عندنا مدارس موجوده من عهد الاستعمار الفرنسي وما زالت موجوده. معناتها يعني الاثر نتاع المنارات العلميه نتاع المدارس نتاعنا يقعد على اجيال واجيال، ومش حاجه سهله اللي قمت بها. صح انت تقول لي ربي وفقني وجابني في الصواب ولميت والاثر هو اهم حاجه، لكن راهو التضحيه اللي قمت بها كبيره وكبيره وكبيره برشا. هكا ولا لا؟ سي شكري بدل شويه بلاصتك باش نسمعك خاطر صوتك ضاع شويه. شنو قلت لي؟ حب الايثار على النفس وحب الغير واعطاء المصلحه العامه على المصلحه الخاصه. يعني مش اي انسان راوي. الحدود راسخه فينا من الاني صغير. نمشي للمصلحه العامه في المصلحه الخاصه. وكم ضايع عطانا برشا بدل شويه بلاستيك سي شكري صوتك ضايع. الوطن هذا اي الوطن هذا اي عطانا برشا حوايج اي وفضل كبير برشا علينا، وقد ما نعطوه راه ما نوفيش الحق نتاعه. ربي يبارك لك في مالك واعمالك سي شكري بن علي، يفضلك يعطيك الف صحه. شكرا لك على الانجاز الرائع اللي قمت به هذايا، اعاده تهيئه مدرسه باكملها. نحكيوا على مدرسه فريق العمارات من عماده العنجيلات من ولايه شامخ من ولايه المهديه. شكرا لك سي شكري بن علي، يعطيك الف صحه. شكرا لك.